تعالي بقى يا اختي بقى نقطع في رجاله شويه يا اختي. يلا بقى يا اختي بقى اللي ما خدناش منهم غير زعيق دول. ايوه اوحش حاجه في الروضه يا اخويا ما بيجيش من وراهم غير الغم. اوحش صفه ربنا خلقها في الراجل تكرهيها في الراجل؟ البخل. يا ساتر يا ساتر، برافو عليكي، من الصفات الوحشه قوي دي. اه انت عارفه بس الستات عبيطه دايما تقول لك الخيانه ومش الخيانه. ما فيش راجل اسمال عليه. اه كده كده الرجاله كلهم خاينين وكذابين. ايوه بس لو بيحبك قوي ومش بخيل يبقى كويس. لا لكن بخيل دي صعبه. اعوذ بالله يعني. اصل البخيل مش بخيل فلوس بس، صح، بخيل مشاعر، بخيل كل حاجه كل حاجه. اه عفانه كده، برافو عليك. انت عارفه ان انا ورثت حاجه عن ابويا الله يرحمه بجد؟ دي معلومه بقى. انا بكره البخل لدرجه اني لما بشوف حد بخيل، انا ابويا الله يرحمه كان بيمسك حد بخيل يعمل حاجه عشان يجبره يدفع فلوس. ويقعد هو واصحابه يضحكوا ان هو مقهور يا عيني انه اضطر يدفع، عارف الحاجات دي. انا ابويا كان يحب كده قوي. وكان ليه وقعات مع فنانين كتير مش هقول اسمائهم دلوقتي، كان هم بخله وهو ايه ما إيه. فانا ورثت يا اخي يا وارث مين يورثك يعني؟ بتكوشوا على قلبكوا ليه؟ هتاخد معاك ايه وانت رايح؟ انا ما اسكتش وانا قاعد في حد بخيل الا لما اتصرف اخليه يدفع حاجه واحنا قاعدين. أيوة. ويا سلام على متعتي وهو بقى ايه بيفكر وقاعد بيحسبها وبيبص لي بصت لو انت خليت ندفع دي. اه انا ما بحبش الصفه دي. ف لا وفي حلال فيهم اضايقهم يعني. طيب ايه احلى حاجه صفه ربنا خلقها في الرجاله ان جنرال غير ابن الكلب اللي قاعد يدقدق بره وبوظنا الحلقه ده؟ ايوه لا بس ما علينا من الراجل ده. هقول لك اصل ايه، في فرق بين كلمه راجل وكلمه ذكر. كلمه ذكر، برافو عليك. الذكر ده جندر، نوع الحيوانات ذكوره. اه يعني نوع على البطاقه. انما الرجوله صفه ممكن تبقى عند الست اصلا. الرجوله كل صفاتها جميله يعني، لما تلاقي راجل ده حاجه عظيمه جدا. فالرجوله بصفاتها اللي هي حاجه فيها الشهامه بقى والجدعانه والمسؤوليه والشجاعه والحاجات دي كل ده، دي صفات متكامله في الرجوله وليست في الذكوره. اقول لك حاجه؟ قول. يا بخت جوزك بيكي حبيبي والله العظيم ما شاء الله. والله يا بختي بيك يا بنت. ده لو انت طول الوقت كده مش بتروحي تتجنني عليه؟ لا وعهد الله. ماشي خلاص. ما اقدرش اتجنن عليه، حد يقدر يتجنن عليكم؟ ده انتوا تجننوا 10 على الجوزاء. لا ممكن تتجنني عليه يوم بس هيروح راضدها لك في ساعتها هي. لا لا حضرتك يجنني 10 مرات بقى يعني، فما بلعبش اللعبه. انا اذكى من اني العبها. ايه اكتر، مين اكتر راجل ضايقك في حياتك وايه الموقف ده وهل عرفت تاخدي حقك ساعتها ولا لا؟ الله يرحمه. الله يرحمه، خلاص مش لازم. وربنا اللي خد لي حقي. بس ما خدتيش حقك منه ساعتها، ربنا خد حقك بعديها. اوكي. برج الاسد مش بيرتاح لما بياخد حقه ولا بتنسيها ويرجع لك بعدين؟ لا ما يعني دو بتعيشي في نار فتره بس. احنا ما لناش تقل كتير قوي، انما مثلا ايه يعني في بني ادمين كده ضايقوك رايس عشان صحتك النفسيه بتحاول تنسى، انما ساعه ما تشوفهم تبقى عامله زي الثور لما يشوف احمر. أوكي. عايز تجيب سكينه ودب.